من أعمدة الرأي التي خططها أقلام كتاب الأعمدة والمقالات، نستهل هذه الجولة من الصحافة وتحديدا من زاوية رؤى وأفكار لرئيس تحرير صحيفة الصحافة دكتور إبراهيم الصديق، الذي كتب اليوم تحت عنوان رفع الحصار حصاد البصيرة. في مقدمته تحدث صديق عن تقدير مراكز الدراسات لخسائر السودان من الحصار الاقتصادي بما يصل إلى 500 مليار دولار، وقال إنها كانت خسائر مباشرة جراء الحرمان والعزلة عن النظام المالي العالمي. وذهب صديق إلى أن الحصار أحدث هشاشة في تماسك الدولة والبنية التحتية، مشيرا إلى انسحاب سودانير تماما عن الفضاء وانخفاض السفن من 16 سفينة إلى سفينة واحدة. وأضاف الصديق قائلا حتى حركات التمرد كانت ظواهر اجتماعية على غياب التنمية، وقال كذلك إن الحصار تم رفعه عبر سلسلة من الحوارات بين البلدين، وأضاف أن هذه مجرد مرحلة لبناء علاقات طبيعية بينهما تتجاوز بالسودان تهمة رعاية الإرهاب. وأشار الصديق إلى أهمية المسار الدبلوماسي كمدخل للحل، وقال وحين تذكر الإدارة الأمريكية أن السودان أحرز تطورات إيجابية فإن ذلك يعني الاستقرار والأمن في دارفور، إلى جانب استقبال مئات الآلاف من لاجئي جنوب السودان. وفي الختام أشار الصديق إلى دور السودان الفاعل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وختم قائلا إن بين ثنايا القرار أبعاد تستحق الدراسة والاحتفاء.